استهلاك المياه. نروح للشق الآخر اليوم، والكويت يعني من أكثر البلاد ارتفاعا في الحرارة في أشهر الصيف. فكرة استهلاك المياه وصلة المياه. المياه وصلت، شكرا لك. 500 جالون أعتقد يستهلك الفرد في الكويت. معدل استهلاك الفرد يصل إلى 500 لتر. لتر. بشكل يومي. هذا وفقا للمعدلات العالمية هو أكثر، يعتبر الثالث على مستوى العالم. وين يعني الإشكال في هذا الرقم في بلد حر؟ بعض هذه وجهة النظر الأخرى. أنا أقول لك طول عمر، يعني روح السعودية اليوم. السعودية إذا قسلت الحوش بهوز وطلع الماء بالسكة جاء خالفوك. زين تمام. شن تختلف السعودية عن الكويت؟ ليش ما نسوي كذا؟ وهذا اللي بقول لك الآن. إحنا يمسك الصبي الهوز يغسل الفريج كله. وكان زين يغسل السيارة، وصل فيهم الأمر يغسل الجار بالماي. بالماي يلحق قطف الزجارة كأنه قاعد يلعب مع قطف الزجارة. ترى عندنا فيديوهات مصورة أبو تركي. مياه حلوة ومياه صليبية. لا مياه حلوة. أنا أتكلم المياه الصليبية موضوع آخر. أنا أتكلم عن المياه الحلوة. المياه الحلوة في بعض الأحيان الخدم يستغلون فرصة إنهم برا البيت، فالخادم يبي يسولف مع يبي يسولف مع خادم الجار. الماي يهدر، وعندي فيديوهات مسجلها مثبتينها، ويدردش مع الصبي الآخر. الصبي الآخر والماي يهدر. إنزين هذا الماي الدولة تدفع فيه ملايين الدنانير. مسؤولية من هذه الحالة؟ المسؤولية مجتمعية. المسؤولية تقع على الجميع. أنا ما أنكر دورنا إحنا كوزارة الكهرباء في المسؤولية، ولكن أيضا هناك مسؤولية أيضا على راعي البيت، هناك مسؤولية على الأسرة، هناك مسؤولية على المدرسة، هناك مسؤولية على وزارة الإعلام.